السلام عليكم. في فيديو اليوم راح نستعرض لكم ابرز الالعاب المميزه اللي راح تصدر في شهر ديسمبر. ارايز السمبل ستوري، لعبه المنصات والمغامره من تطوير استوديو بيكولو ونشر تيك لاند. اللعبه مليانه عاطفه ومشاعر في عالم خلاب ومتنوع، فيه العديد من العقبات اللي راح تحاول تجاوزها عن طريق تحكمك بالوقت. اللعبه قادمه لاجهزه البي سي، الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 في 3 ديسمبر. ستار اوشن ذا فيرست ديبارتشر ار، لعبة الاربيجي اليابانية اللي صدرت اساسا على اجهزة السوبر فاميكوم في عام 1996، تعود مجددا على اجهزة الجيل الحالي مع تحسينات. فاللعبة صارت تدعم دقة وضوح الـ HD مع اضافة رسومات للشخصيات من اللعبة الاصلية، مع تعديل وموازنة الصعوبة في اللعبة حتى تقدم تجربة لائقة بالعاب ستار اوشن. اللعبة قادمة على اجهزة البلاي ستيشن 4 والسويتش في 5 ديسمبر. Ancestors The Humankind Odyssey، لعبة البقاء والمغامرة من منظور اللاعب الثالث من تطوير بانشي ديجيتال جيمز، حيث تقوم بدور أحد القرود وعليك النجاة في الغابة الموحشة في أفريقيا، حيث عليك الحفاظ على حياتك من الحيوانات المفترسة مع العمل على إيجاد الماء والغذاء للمحافظة على حياتك وحياة القطيع، وبنفس الوقت تكتسب الخبرات في حياتك حتى تورثها للجيل القادم من القرود. اللعبة قادمة على أجهزة البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 في 6 ديسمبر. وأخيرا واتام، لعبة مميزة من تطوير فنامنا وتصميم كيتا تاكاهاشي، مصمم لعبتين نوبي نوبي بوي وكاتاماري داماشي. عشان كذا التوجه الفني للعبة نوعا ما مألوف لك إذا لعبت ألعابه من قبل. اللعبة ترسم الابتسامة في وجهك، وفيها متعة الاستكشاف واستعادة الذكريات المنسية مع دعم اللعب التعاوني. اللعبة قادمة في 17 ديسمبر على أجهزة الحاسب الآلي والبلاي ستيشن 4. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.